ليا تدور التساؤلات دوما والاستفسارات حول الأغذية المسموحة والممنوعة لمرضى الكلى، عن ما هو مسموح وغير مسموح، ما كمية البروتين والمعادن اللازمة لهم. لنتعرف أكثر عن هذا الموضوع معنا أخصائية التغذية سواب الغبرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا أهلي فيكي. نور، صباح الخير. أهلا أهلا ليا. وسهلا فيكي. يعني بالبداية بصير وما بصير، وفيك وما ممنوع فيك ومسموح. تاكل، وممنوع ومسموح. خلينا نحكي من الآخر، شو هن التغذية الصحيحة لمرضى الكلية؟ هلا اول شيء بتتفاجئي بمرضى الكليه انه اول شيء ببلشوا يمنعون ممنوع ممنوع. اول شيء بيكون مثلا تعب كلوي، بعدين قصور كلوي، بعدين فشل كلوي. بتستغربي بحميه الكليه انه وقت بيصير لا سمح الله الغسيل بيفتحوا لهم كل شيء بقى على مصراعيه. هو هذا الحكي يعني نحن نتاسف ونحكي فيه. مريض الكليه بالذات نحن من اولى بعلم التغذيه، من اصعب حميات التغذيه هو وقت بيجيكي مريض تغذيه على عيادتك، او عفوا مريض كليه على العياده. الفكره اللي هي نحن بدنا نحكي فيها انه مثل ما قلنا هلا شوي انه مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكل لا تشبع. يعني حتى دكتور الكليه اللي حاميه بعد 3 أسابيع من الحميه بوقت بيشوفه كيف عم يدوب ككتله عضليه وممنوعات ومسموحات، وبدك تحطي اله حاسبه قدامك على السفره مشان تقولي قديش هذا في بروتين، قديش في. تصوري الكليه غذاء الاساسي لها الماء، حتى في بعض انواع من انواع القصور بدك تحددي لها قديش في مي، قديش بالخيار في مي، قديش. لذلك نحن جايين نسهل شوي على مريض الكليه، حنمسك العصايه من نصها، حننبه على نقطة انه في ترتيب لأغذية الأعضاء. يعني ممكن انا هلا يكون عندي مريض مثلا مريض كبدي وبنفس الوقت مريض كلوي. الكبد تغذيته أهم من الكلية، نبدي غذاء الكلية على غذاء، عفوا بدي غذاء الكبد على غذاء الكلية. يعني كثير بدها يكون في نقاش بين طبيبه وبين الفكرة الأساسية مع مريض الكلية. كثير بتلاقي مريض ما كان عنده أي مشكلة كلوية بس من وراء أدوية الضغط صار بلش القصور وبلش شيء. مريض السكر بيفوقون بحالة كلية سليمة، بتتدرج السكر وما بيكون ضبط للسكر، كمان يعمل أحد أنواع مثلا القصور الكلوي. هاي القصص بيكون مريض الكلية بيتفاجأ أنه أنا وين مشكلتي، لأنه هي من أهم أعضاء تصريف الأدوية في جسم الإنسان والسموم في جسم الإنسان. حتى حنحكي شوي قديش علاقتها بالسمنة، لأنه إذا تعبت ببلش الجسم يحبس مي، يرتفع حمض البول، هذا كله خوافض استقلاب للجسم، فبيصير مثل بالون المي الإنسان. حتى مريض الغدة الدرقية كتير بده يراعي كليته، لأنه هو قابليته للتنفيخ واحتباس السوائل أكثر من غيره. طيب خلينا نحكي مثل ما قلنا، يعني حمية كتير قاسية عم تكون، فنحن عم نحاول نخفف نوعا ما على مرضى الكلى هي الحمية الغذائية. خلينا نحكي عن الكميات المسموحة. مثل ما قلتي نمسك العصاية بالنص بس بطريقة نوعا ما نريحهم نفسيا، لأنه كمان ضغط نفسي وكبير عليهم. مثل ما قلتي هي أهم عضو بالجسم، فبتأثر على جسمك بشكل كتير كبير، بتنعكس على نفسيتك بشكل عام. هلا أول شيء هو المشكلة اللي بيعاني منها هو تحديد البروتين وتحديد الأكلات اللي فيها البوتاسيوم، والبوتاسيوم بيفوت بمعظم الخضار والفواكه. البروتين بتعرفي قديش مهم للكتلة العضلية، صحيح، وقت بيتحفز عنا يا. القاعدة الأساسية نحن بنشوف كتلته قديش، وزنه بنحسب له على أساسه قديش نسبة البروتين اللي تعطى، حيكون أقل من نسبة الإنسان الطبيعي بنفس الكتلة بمعدل تقريبا بنقول نخفضها 40% لنسبة البروتين. هلا هي قواعد بيحكيها أخصائي التغذية، بده يفوت هو وياه بيقيس له وزنه كتلته العضلية، هالأمور هي بنشوف تحاليله على الأساس. كمان الدكتور بده يكون عامل الأوردر إنه نسبة اليوريا ما بدها تتجاوز هيك، فلازم يكون عندنا هيك بروتين. هي بدها تتناقش بين المريض والأخصائي والدكتور تبعه. الفكرة اللي أهم شيء إني نحن نحكي هلا عن الأكلات اللي فيها نسبة بوتاسيوم أقل نوعا ما من باقي الفواكه، حتى يرتاح المريض اذا جاع يلاقي شغله عندك اياها تريح له قلبه. هلا نحن بنقول التفاح شوي امن لمريض الكليه، الخيار شوي امن لمريض الكليه الا اذا كان وصل لما قبل الغسيل، فنحن بنحدد له حتى نسبه المي قديش بدها تكون. مريض الكليه ما لازم يشرب الماء على دفعه واحده، لازم يشرب عندي اياها على عده دفعات. عم نحاول نحكي على الناس اللي عندها قصور وفشل، ما عم نحكي عن الرمل والحصى والقصص هي، لانه الكليه امراضها متعدده وكثير جانبيه. في اهم شيء بدنا نقول الوصفة السحرية للكلية إذا بدك تكافئي كليتك، وعم نحكي هلا مو اللي بده يهتم بالموضوع اللي هو إنسان فقط عنده مشاكل كلية، ليش أنا وصل لكليتي لمراحل عندي إياها فيها تعب؟ خاصة الناس اللي عندها مثلا أدوية التهاب قوية، ناس اللي متعودة على الديكلونات كتير، هي ديروا بالكم من
من هاي القصة. الوصفة اللي بترفع مناعة الكلية هي بعصير البقدونس والليمون. أوه. هاي وصفة سحرية للكلية، سواء كان في عنده مشكلة بالكلية ولا لا، حتى دكاترة الكلية بتنصح فيها للحماية الذاتية. هاي يعني هاي رائعة جدا لغسل كل شيء أملاح سامة للكلية، بيعطي الكلية معدن اسمه السيلينيوم، رفع مناعة وتنظيم للكلية. اللي بيحافظ على هالمشروب طول حياته مهما بلغت الأدوية من أضراره، لا سمح الله تعرض ليوم من الأيام لمرض ضغط أو شيء، كليته محصنة. البقدونس والليمون وصفة سحرية لتأخير البلوغ، لمناعة الكلية، لتنزيل الوزن، لطرد السموم من الجسم. نحن كلياتنا بنعرف انه في عنا ادوية طردة كلوي وفي طردة عنديها كبدي، كتير بدي اهتم بهالعضوين، عضوين صرف تماما. عفوا على التشبيه، كيف التصريف الصحي بالبيت؟ عندي هالبلوعتين هدول لا سمح الله صلن اي شيء ممكن اضرب صالون فيهم. فانا الفكرة الاساسية كتير اهتمامي بالكلية بالكبد، حافظ على جسم لا يستطيع أن يهرم حتى لو لفترات طويلة من الزمن. الإنسان شبابه مو فقط بمدة عمره، كيف يحافظ على هالنعمة اللي الله آتاه إياها. فهي أهم شيء. حنعيد الوصفة بس لأهميتها. أوكي. 7 عواد بقدونس بتنضرب بالخلاط مع كوب ماء أو نص كوب ماء عندي إياها، مع شوية عندي عصير نص حامضة أو نص ليمونة. فهذا المشروب العواد فقط، العواد مع الورقة، مع الورقة فيها مغسولين 7 عواد ليمون، وهي بيتاخذوا فنجان يوميا بين الفطور وبين الغداء او بين الغداء وبين العشاء، رائعين جدا. بركز على هذا الوصفه هي، خاصه اذا كان عندنا ادويه التهاب قويه او ادويه قويه او ادويه ضغط، هي بتحافظ على هو ما بضر اذا اخذهم. يعني هي شغله مثل السحر للجسم، ان كان حتى ما عم ياخذ ادويه. هي شغله مفيده للجسم، بحافظ على شعر سليم، وكل ماده السيلينيوم والحديد اللي بقلب البقدونس واللي بيحفز تفاعليتها الليمون عندك اياها. طب اذا كان نقع لا ما بصير، افضل انك تضربيها وهي مو بالحراره. يعني الخلاط شو بيفيد؟ بيطالع لك هي الماده العصاره الخضراء اللي بالبقدونس تتفاعل فورا مع الليمون، فهذا اللي هي فائدتها وما ما غليتيها وما لها طعمه ثقيله. وقت بتغليها بيصير بيطلع مرار البقدونس تماما بهالقصه هي، وبتتفكك بعض المركبات المهمه. نعم ثواب، خلينا نحكي بنقطه يمكن بتصير كثير من الاحيان انه ياكلوا او يتم تخبيصها بالاكل يصير في مشكله فجاه، شو لازم يتصرفوا مرضى الكلى ينقذوا حالهم لا سمح الله اذا اكلوا شيء او صار عندهم نوع من عدم الامتصاص الدوائي؟ خلينا نحكي هلا، شوفي هلا في حال بالبيت لبين ما يتوجه للدكتور، هلا الاكثر شيء الاسعافي اللي بيوقف الانسان عن عمله هي هجمات الحصى. هاي بنقول مثل وجع الطلق. صحيح. يعني حتى واكثر وجعتين ما بيقدر يتحمل الانسان، حصل مراره وحصل كليه. هي اذا تحركت نزلت على الحالبين خاصه، وحاجة احيانا تكوني عم تاخدي دواء يعالج هي، بتتحرك بتقوم بتخرج المجاري البوليه والمجاري التناسليه. هي بهي الحاله هي اول شيء يعمل فيه انه لازم تقبضات العضلات تفك اول شيء قبل ما يشرب اي شيء مرخي عضلي، يندهن منطقه التشنج، تنلف بمنطقه هيك شوي حاره، يوقف عن الحركه شوي نوعا ما حتى ما يزيد التخرج، يشرب المي بشويه كميات يعني قدر الامكان لبين ما يروح على المنطقه اللي بدها تسعفه. الفكره الاساسيه هي آلام شديده مبرحه، فاول شيء اللي هو الاسعافي له هو رخي العضله، دهن مرخي عضلي. النقطة الثانية شرب ماء بشوي بالتدريج. النقطة الثالثة الشغلات اللي بيهمني أمرها، البابونج والنعناع كتير بتفيد. في حال عندك الإسعافيات القصور، ما في بالقصور بالفشل، ما في حالة إسعافية حيكون عندك إياها حيفهم المريض، لكن إذا ارتفع حمض البول اول شيء عندك يا بالقصور والفشل، اول شيء حيحس انه حيحك جسمه، حيلاقي حكي لانه ارتفاع حمض البول. النقطه الثانيه حمض البول سام لتركيز الدماغ، فحيبلش يخربط بالتركيز، يعني بيقولوا له شبك خربطت، لا في اي شيء هو ولا لا، حمض البول هو بيضرب مراكز العصبيه بالدماغ، فبيصير تواصله بالافكار يعني نوعا ما فيها خربطه، مو انه لا سمح الله زهايمر او اي شيء، بحس حاله نسي مفاجاه التركيزه يعني. فهي الاشياء هي الاسعافيه فورا بده يطلع، بده يعملوا له تحليل الكرياتينين، حمض البول، البوله، هي القصص هي كلياتها خفضه، بدها تكون باشرافات طبيب بالسيرومات اذا كانت عاليه. لكن الحل الغذائي اول شيء هو الرمان، عصير الرمان خافض حمض البول بالجسم، فبتلاقي هي. لكن انا بخاف انه الرمان هو فيه بوتاسيوم، ف
فالفكرة الأساسية نحن بنرجع بقولنا نمسك العصاية من نصها، في حلول إسعافية سريعة وفي حلول لا، لكن أنت وقت بتلاقي كلية عم صارت بمرحلة الفشل وطلع حمض البول، أول شيء رفع التركيز بالماء يعني هذا اللي هو الحل المعين، حتى ما نكون كمان تجاوزنا حدودنا بشيء فيها بوتاسيوم، لكن الخافض البول بالدم بأي شيء بغذائيا منخفضه بالرمان. تماما، هاي الأشياء هاي كلياتها إذا كان الإنسان برجع بقول حريص على أنه يعرف يتأقلم مع الكلية تبعه وعلى الأمور هاي بتلاقي كتير فرقت معه. وهي مشكلة عند الكل نوعا ما هي التأقلم مع الحالة، حتى مثلا الحمية الغذائية بتلاقي كل شيء ممنوع مرغوب، فقديش فيه الشخص المريض يلتزم بتأثر نوعا ما على سلوكه الصحي. خلينا نحكي إذا في حدا عنده غسل كلى وما التزم بهي الحمية قديش بتأثر، يعني يجب الالتزام. هلا غسيل الكلى كلياتنا وقت بيغسل، وقت بيغسل للأسف نقوله بدك يا، لكن يا عزيزتي نحن عنا منقول وقت مرضى الكلى منحاول نحن سيناريوتنا للعلاج نحن كأطباء واخصائيين تغذية انه يلا انت راحت عم تنتقل من الجزء الاول للجزء الثاني، بس بدنا اياك شو نقول الحل انه علاجك انه مشان ما تغسل من رعبه مشان ما تغسل، فبيصير مهيئ رسميا للغسيل بفوت بحميه الهي بيقول ما بصدق الا امتى بقى اغسل، بس الغسيل معاناه معاناه جدا كثير. بدي احكي عن انه الانسان اللي بيغسل كيف يحافظ على بروتين عضله، كثير الحركه مهمه لانه فقد هلا الماده الغذائيه اللي بدها تفوت له البروتين، فنحن كثير نهتم بشيل عامل الحركه العلاج الفيزيائي يبلش يمرن عضلاته أول ما حدا مثلا قال له بدنا نبلش جلسات غسيل أو أي شيء، يضل يهتم كتير بالرياضة لأنه العضلات بتضمر مع الحميات القاسية بالكلاوي، لكن هو بدأ ما فات غسل ببلش يفتحوا له الحميه يعني، بس نحن ان شاء الله ما بنوصل لهالمرحله. في نقطه بسيطه بس غلط نفتح له اياها بشكل كبير كبير، لازم يكون محدد. هلا نحن يعني دائما بقول لك مثلا كل اللي بدك اياه لا لازم يكون في بدنا نركزه شو نصير ياكل اكل بيفيد الكليه، الكليه بيفيدها ماده اسمها النحاس، معدن النحاس اللي هي موجوده بالمأكولات شوي البحريه، اهم بروتين له بفتره عندك اياها معاناته بهالقصص هي بروتينات السمك لانه كثير هي مهمه. هلا صعب شوي هلا صعب كل شيء بكل شيء. هلا بتسردينا انا بس حابه احكي فكره يمكن بعيده عن هالمحور هذا، انه كثير بيعانوا منها المرضى خاصه اللي بيتكرر عليهم الالتهابات المجاري البوليه. هلا في شيء بالعلم اسمه الشيء اسمه الحاله الارتكاسيه لالتهاب المجاري البوليه، يعني بتلاقي اخذ ادويه التهاب ادويه التهاب ولسه عم ترتكس الحاله يعني خاصه المجاري البوليه لانها هي مركز اصراف سموم. فهي القصة كتير حلو في اللي يعرفوا أخواننا المشاهدين في وصفة جدا من التوت العلي أو التوت البري، هذا التوت البري بيعمل حموضة معينة بالمجاري ما بيخلي تلتصق عليها العنقوديات أو الجراثيم تبع التهاب المجاري البولية، حتى لو حاولت إنه بعد فترات معينة من أدوية التهاب قوية إنه بيقوى عاملها الوراثي، بتصير هي بتهاجم أي دواء التهاب، بتصير عندها مناعة، فبتلاقي فات بدوامة أدوية التهاب أدوية التهاب. نحن نخاف على الكلية من أدوية الالتهاب، فلذلك حتى إيقاف الهجوم العالي من هالأدوية الالتهاب هي العالية خاصة لكبار السن شو بنعمل؟ بنعطيهم مشروب من التوت العلي أو التوت البري. نحن ببلادنا ما كتير بنعرف هذا التوت الشامي، التوت الشامي ممكن يكون فيها المواد هي، بس أنا بقول التوت البري هو مادة رائعة للناس اللي بتعاني، الأطفال اللي بتعاني من تكرر التهابات المجاري البولية. نعم. سواء قبل ما نختم خلينا نحكي، بيصير في يعني عند التخويصات وعدم الالتزام بالحميات الغذائية ردات فعل للجسم طبعاً بأمراض تانية بتأثر طبعاً. ممكن كثرة الريجيمات والحميات البروتينية والحميات اللي هي فيها اللي بيهمني أمره هلأ ندارش موضة الصيام المتقطع. ينتبهوا بس إنه الصيام المتقطع مو بس عن يعني عن المي، يشربوا مي يعني عن ما قلي المي تفوت، خاصة أنا بجسمي عم يخسر نسبة عالية من الدهن، فأنا بيهمني أمر هاي المواد الاستقلابية تبع الدم والأمور هاي كلياتها إنه ما تكون مجهدة على الكبد من عفواً على الكلية من دون مي. فهي الأمور هاي ننتبه عليها. الردات الفعل نعم في ردات فعل كتير عنيفة للكلية وبتفاجئك بشكل فظيع. يمكن هو الالتزام بكل شيء حكيتي، لأنه وقت ما خلص نروح لموجز الأخبار حكيتي يمكن معلومات كتير قيمة ومهمة، مثل ما قلتي مرض
الكلى هو نوعا ما بده حميه وبده التزام وبده رعايه كثير كبيره. بدنا نتشكرك، رح نتابع حديثنا عن هذا الموضوع بحلقات قادمه. شكرا للمعلومات المهمه اليوم، شكرا لك، شكرا كثير لك ثواب.